ينطلق الشاب طاهر وهو من أبناء بلدة تسيل في درعا إلى المخبز القريب من منزله لتأمين مادة الخبز التي وجدت بعد انقطاع لعدة أيام. وخلال سيره إلى الفرن يقول إنه سيواجه مشكلة ازدحام الأهالي واصطفافهم في طوابير أمام الفرن ولعدة ساعات. صار له عندنا الخبز والطحين مقطوع شي أسبوع والأفران عطلانة، لا في خميرة ولا في مازوت ولا في طحين، مواد الأساسية مش عم نلاقيها. منعاني من أزمة كبيرة من ناحية الخبز والطحين. يواصل طاهر سرده مختصرا حالة إحضاره للخبز بمقولة إنه سيخوض معركة ليحصل على خبز ب25 ليرة سورية، فهو استعد وارتدى حذاء رياضيا ولباسا يقاوم حالات التدافع التي من المفترض أنها ستحدث أمام شباك الفرن، هذا بحال استطاع الوصول إلى النافذة. وعندما اقترب من الفرن سارع في الاصطفاف وراء من سبقوه بالوصول. قصص كثيرة تحدث في رحلة البحث عن الخبز، ومنها قصة رجل جاء قبل ساعة من بدء الفرن بالعمل، وذلك في سبيل الحصول على دور متقدم في الطابور، بينما أخبرنا الشاب محمد أنه استطاع أن يحصل على الخبز مقابل دفع مبلغ لأحد الفتيان الذي اصطف طويلا وقبل أن يبيع مكانه القريب من الشباك. ربما هذا الفتى امتهن المهنة لحاجة الناس للوصول إلى الفرن. النساء أيضا لهن قصص مع الخبز، حيث أخبرتنا إحداهن وتبلغ من العمر 50 عاما أنها خلال هذه الفترة أصبحت تذهب إلى الفرن عطفا على ابنها الذي يذهب ولساعات طويلة، ومع ذلك لا يستطيع جلب الخبز في عدة أيام، بينما هي تصطف في دور النساء الذي يعرف بقلة عددهن مما يسهل عليها العملية. في خضم معركة أمام الفرن يجد أفراد الجيش الحر مكانا لهم، ولكن ليس بهدف الحصول على الخبز، فقد أخبرنا أحدهم أن مهمته هي تنظيم الدور وحل الخلاف الذي ربما ينجم جراء التدافع بين المواطنين، وأضاف أنه منذ أن تم فرز عنصرين من الجيش الحر على كل فرن قل عدد الشجار بين الأهالي. تلقينا أوامر من قائد الكتيبة لتنظيم الدور، خصصنا كل اثنين على فرن عشان ما يصير خلافات بين الأهالي، والحمد لله شوفت عينكم الأمور بخير والنظام الدور ماشي على النظام، الأهالي بتاخذ خبز الحمد لله. هي إذن حال أهالي بلدة تسيل في سهل حوران، فمن سخرية القدر أن أبناء منطقة عرفت بسلة روما من الخضار والفواكه يصطفون اليوم للحصول على ربطة خبز. وأخيرا بعد عناء طويل حصلنا على الخبزات.